قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عمل الروح القدس في حياتنا، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف الأب الأيكونوموس بطرس جنحو كاهن رعية الروم الأرثوذكس في صفوت، الذي شرح كيف يعمل الروح القدس على تثبيت المؤمن بعقائد وأسرار الكنيسة، إضافة إلى مداخلة فلسفية للدكتور جلال فخوري حول هذا الموضوع. فإلى هناك بداية، أنا لما بنحكي عن عمل الروح القدس دكتورة بحياتنا بخطر عبالي متى ينال الإنسان موهبة الروح القدس في حياته. بداية بتعليم الكنيسة احنا بنحكي بالعماد، احنا بنحكي بالعماد ينال المؤمن طفلا كان أو شاب ينال الروح القدس. في قديس اسمه القديس أروجانوس، والكنيسة بوقتها الأفكار زي ما تحكي ما قبلتها. كان يحكي عن الوجود السابق لخلقنا، إن الله خلقنا قبل آدم وحواء، خلق كل الناس بالروح، ولكن موضوع الجسد تطلب المراحل الزمنية والتعامل مع فيزياء الأرض، الزمان والمكان. اليوم الكنيسة بتحكي لا، إحنا الروح القدس بناله الإنسان متى؟ بالعمال. هلا نال الإنسان الروح القدس. هلا شو بيستفيد؟ شو بده يأخذ؟ هلا في إشي اسمه مواهب وفي إشي اسمه ثمار. مين بيجي قبل الأول؟ المواهب، أنا زي ما تعلمت من حضرتك تتذكر لما كنا نحط تطلعي سهم تكتب تخرج إنه بيودي منه، فهي بحط الدائرة بحط الـ الـ المواهب. إيش بده يطلع منها الشجرة هاي؟ شجرة المواهب ثمار. بده يطلع يعني الغصون هي المواهب، ولكن الحب النبات هو ثمار الروح القدس. هلا ما هي مواهب الروح القدس؟ يعني أنا لما أنمي موهبة الروح القدس بحياتي، يعني أصير أقدس كل أحد، أصير أسمع الوعظة، أصير أهتم إني أحط نفسي بأجواء روحية، يعني جلسات فيها فتحة فنجال وفيها سواليف ونميمة وكذا أتجنبها، أجلس بالجلسات الروحية مع الأشخاص اللي على تواصل مع الكنيسة، أن أخلق جو عام يساعدني على تنمية مواهب وثمار الروح القدس بحياتي. موضوع الروح القدس فهمه، يعني فهم الروح القدس من أصعب الأمور الدينية. معقد لنا. لكن بنجتهد وبنقول كالتالي، أن الروح القدس هو إشعاع ونور للابن والاب، لاتحاد الابن والاب. اي بمعنى ثاني انه هذا التلاحم بين الثلاث اقانيم، الاب والابن والروح القدس، لم ياتي من فراغ، اجاء من فهم الله للابن. يعني الله يعرف نفسه فولد الابن، وبالتالي الابن واتحاده مع الاب أشع وأضاء يعني الروح القدس. فالروح القدس هو الفاعل في هذول الثلاثة. أي بمعنى آخر، الإنسان نفسه عندما يفعل فيه الروح القدس من الداخل، هو لا يعرف إنه 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 في الداخل روح قدس عم بفعل فيه. يعني عم بيعمل يعني هاي الأفاعيل في الإنسان، ولكن الله موجود في الإنسان لأنه هو الروح القدس هو صوت الله في الإنسان. حلو. وبمعنى آخر لا يستطيع الإنسان أن يجري أي عمل ولا حتى أن يتنفس دون وجود الروح القدس، والروح القدس دائما موجود في الإنسان. يعني من بين كل العطايا التي أعطاها الله للبشرية، ما توجد عطية أعظم من عطية الروح القدس. حلو. والروح القدس له كتير وظائف وأدوار عديدة. هو أولا بيعمل في قلوب البشر في كل مكان، كما كان يقول يسوع لتلاميذه أنه سيرسل روحه القدوس للعالم كي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. وعشان هيك احنا خلاصنا مرتبط كمان بالروح القدس. احنا بالمعمودية بننال نعمة الروح الكلي يقدسه، عندما الكاهن بالميلون المقدس بمسح الطفل المعمد. وعشان هيك احنا دائما بسكن وقتها روح الله في قلوبنا للأبد. وبيختمنا بختمه.
بالتأكيد إنه ضمن لبنوتنا الأبدية. حتى قال يسوع أنه سيرسل الروح القدس ليكون معينا ومعزيا ومرشدا لنا. نعم. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد كما ورد في يوحنا 14:16. نعم. إذا هو من هاي الأمور كلها من بتجلى إنه هو إظهار الحق. سكن الروح القدس فينا بعطينا فهم وتفسير لكلمة الله. نعم. وقال يسوع لتلاميذه وأما متى جاء ذلك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. نعم. يعني هو بوضح إن إنه في أذهاننا راح تتغير، راح تتعلق بالعبادة بالعقيدة بحياتنا في مرشدنا اللي قال اللي بيشي أمامنا وبرشدنا في حياتنا. ولكن دائما لازم إحنا نحتاج إنه ناس يقودنا في حياتنا. نعم. وربنا هو دائما بعطينا هذه الموهبة ومواهب الروح القدس اللي هي المحبة، الفرح، السلام، طول الأناة، التعفف، اللطف، الإيمان، الوداعة. نعم. ثمار الروح القدس. نعم. تمنحنا معرفة الروح القدس إنه هو بسكن فينا، وننساش إنه الروح القدس اللي هو بقود الكنيسة بقود كل أعمالنا. طبعا احنا عم نركز على موضوع كلمة الله في حياتنا. هلا روح الله موجودة فينا، طبعا خلقنا على صورته ومثاله، اخذنا روح الله بالأعمال، اخذنا روح الله بالتثبيت، اخذنا روح الله بالأسرار الكنسية. لكن كيف اوصل الى الروح اللي اخذوها التلاميذ بوقت العنصر؟ هنا بكلمة من الله. لما بصير اسمع صوت الله بحياتي وأصير أسمع كلامه وأعمل بكلامه وأتحمل هذه المسؤولية مثل ما الرسل سمعوا كلام الله وتحملوا هذه المسؤولية، فروح الله ترفرف في حياتنا لكن تعمل بكلمة من الله. وأين نجد الكلمة؟ في الكتاب المقدس. فعلينا في الكتاب المقدس. أبونا أنا بعتبر أن كل إنسان كل يوم إذا ما قرأ آية من الكتاب المقدس ما يحسبه من حياته، لأنه فعلا يعني كلام الله بحياتك هو هذا عمل الروح القدس. لما تقول لك أنا مش شارب عمل الروح القدس، طب ما أنت ما عم تقرأ الكتاب، أنت ما عم بتتبع آياته. روح الله موجود في الكتاب بكلمة منه، راح ربنا بكلمة منه قال ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وقال الله ليكن جلد. قال الله، نحن روح الله كانت ترفرف على المياه وما صار ولا إشي خلال هاي ولا لو مليون سنة إلا بكلمة من الله. أكيد روح الله موجودة فينا لكن لازم نسمع كلمة الله.